يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله إنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه 3 مسائل والعمل بهن. الأولى إن الله خلقنا ورزقنا ولم يترمنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا، لا ملكا مغربا ولا نبيا مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة، من حاد الله ورسوله ولو كان أغرب غريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بالروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك هو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: رب الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، هو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات 7 والأرضون 7 وما فيهن وما بينهن. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكم إن كنتم إياه تعبدون. باب ما جاء في الرقي والتمائم. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقي والتمائم والتولة شرك. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. التمائم شيء يضعونه على عنق الأولاد يزعمون أن يتقون به العين. الرقي وهي العزائم. التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يقرب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته. باب ما جاء في التبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم اللات والعزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون
بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الباب العاشر: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دخل النار رجل في ذبابة، ودخل الجنة رجل في ذبابة. قال: وكيف يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنما لا يجوزه أحد حتى يقرب له، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء لقرب. قالوا: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لأحدا من دون الله. أما بعد، السلام عليكم. القاعدة الأولى: إن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مغرين بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والنافع والضار، وما أدخلهم ذلك بالإسلام. الدليل قوله تعالى: قل من يرزقهم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله قل أفلا تتقون. القاعدة الثانية: إنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القرب والشفاعة. الدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله ليهدي من هو كاذب كفار. الدليل على الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. القاعدة الثالثة: إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. الدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القاعدة الرابعة: إن مشركين زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين كانوا يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركين زماننا شركهم دائم في الشدة وفي الرخاء. الدليل قوله تعالى: في ذلك هو في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: عن علي بن طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من على الأرض. الحديث التالي: عن أبي هريرة رضي الله عن أنس الجعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تمنع الميزان، وسبحان الله تمنع عالي بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر رياء، والقرآن حجة لك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وإنهم كانوا رجالا من الإنس يعوذون برجالا من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يخرج من منزله ذلك. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره، وقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن أمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله تعالى: ومن أضلهم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عنه. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. طيب، نختتم هذه الكلمات لضيق الوقت، نختتم هذه الكلمات بكلمة محمد إبراهيم. ننوه أيضا إلى أن توزيع النتائج عقب صلاة المغرب قبيل كلمة الشيخ أبو بكر أداب إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الجمع الدين. أما بعد، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يرتعي فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث السابع عن أبي رقية بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فإنهم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. حديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وما أمر به المرسلين أمر به المؤمنين. الدليل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم، وذكر رجل يطيل السفر أجعث أغبر يطيل السفر أجعث أغبر، فقال: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حزن وجمال وقال: إني أخاف الله، ورجل دعا الله خاليا فافاضته عيناه، ورجل تصدق فأخفى عن شماله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان إلا في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنذر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. نفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى من الكلمات، وربما نفرد لبعضهم مساحات بعد المغرب إن شاء الله لمن لم يتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن مع مسابقة مع الباشمهندس عثمان حامد الكريم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الشكر أجزل له بعد الله إلى الشيخ علي همد ولجميع الحضور. طبعا كسبا للوقت، كان عدد الناس في الخلوة، عدد البنين 65، عدد البنات 50. نسبة لذلك سوف يكون اختيار الجوائز اختيارا عشوائيا، يكون في 5 يختاروا من البنين. نختار طبعا الهدايا مقدمة من جروب الجيل العاقل لأبناء أبو آمنة داخل وخارج السودان. نبدأ البداية إن شاء الله، يجي اختار لنا الباشمهندس محمد أحمد الشايب. اختار الأول. طبعا قبل ما نفتح الجائزه الاولى، ممنوع جائزتين يكون لاخوان، دي نمره 1. نمره 2، اذا كان الفائز ما حاضر يشيل زول ثاني، ما يعني ما بتكون للزول اللي اخترناه ذاته، نختار زول بدله. هسه الجائزه الاول نشوفه منه. كل الجوائز عباره عن مبلغ مالي مقدم من جروب الجيل الاقل. ابراهيم محمد مصطفى. الجائزة الثانية، اجي اختار لنا عمنا محمد مصطفى الحكيم. موسى الطغي عبد الباقي. الجائزة الثالثة للبنات طبعا، اختار عبد الباقي المهدي. إبراهيم اختار لها الجائزة. استلم الجائزة بتاعت البنات الشيخ علي همد. داليا مكاوي. استلم على أمك. نستأنف جوائز البنين ويختار لنا الأستاذ عبد المحمود عبد الكريم. الصديق غالب. الجائزة الخامسة.
الجائزة الخامسة اختارها الأستاذ ممدوح. الجائزة الخامسة محمد النيل محمد موسى ابن المرحوم النيل محمد موسى مرحوم بإذن الله. أنا هو تعرف أمسك على الجائزة الأخيرة. الجائزة الأخيرة اختار لنا الجائزة الأخيرة اختار لنا عمنا أحمد يعقوب. طبعاً دي الجائزة الأخيرة، وعلى الذين لم يفوزوا في هذه المسابقة إن شاء الله فرص ثانية وفي الخلوة الجاية إن شاء الله. أما الفائز الأخير فهو الجيلي موسى الجيلي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث محفوظ عند جميع الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على تبليغ هذه الرسالة، أن يتعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى وينقذوا أنفسهم وأبناءهم من الجهل الذي ما زال في كثير من بلاد المسلمين وفي قرى المسلمين وبقاع المسلمين، جهل بدين الله سبحانه وتعالى، بل جهل بما هو أهم شيء في الدين. يعني نحن في البلد هنا، بلدنا دي فيها الجهل ما بالوضوء ولا بالطهارة ولا بحقوق الوالدين ولا بصلة الرحم ولا بحق الجار. ده كل الناس عارفينه. أكثر حاجة جاهلين المسلمين في البلد دي التوحيد. والله العظيم أكلمك، الناس بيجونا بيقول أنا مولانا التوحيد ده كترت فيه، اتكلموا عن الوضو، اتكلموا عن بر الوالدين، الكلام ده كل الناس عارفينه. المشكلة في التطبيق، لكن ما عارفينه التوحيد. التوحيد ده جهل به كثير من الناس، بل عادوه من حيث لا يدرون. ما في زول بعادي الكلام عن بر الوالدين. حس ان احنا لو كلامنا كله كان عن بر الوالدين زول يسالنا ما في، والله يقول لك يا مولانا انتوا ناس كويسين، بر الوالدين ذاته تمام. اتكلمنا عن الوضوء الطهاره، والله بعد مرات هنا في المسجد لما ننتهي من درس الصلاه، كان ايام كده عندنا درس عن كيفيه الصلاه، والله اي زول يجي يشكرني الله يقول يا مولانا جزاكم الله خير، والله الصلاه دي حلوه خلاص. لكن يوم اللي يتكلم عن التوحيد والله الشارع يبقى لك ضيق. ليه يا جماعة؟ عشان كده يا جماعة نحن المسجد ده بنعلم فيه الناس التوحيد وأي شيء تاني. يعني مش التوحيد برا، والتوحيد ده أهم حاجة وده أكتر حاجة بنطرقها، لكن برضو بنعلم الناس الفقه والأخلاق الإسلامية والصلاة، ونحفظ الناس القرآن، وده ما من فلاحنا ولا شطارتنا. لما نقول لك نعلم ما معناه نحن ناس علماء وناس كبار، لا لا، نحن ناس طلبة علم، لكن بنعلم الحاجة ربنا علمنا لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. عرفت آية واحدة معناها لقيت زول خالفها تقول له تعالى مولانا، والله يا ربنا قال في القرآن كده. أديكم مثال، زول شاف زول يدعو غير الله، لقيت زول قام كب يا شيخ الفلاني قال، وانت عارف انه ربنا قال في القرآن في سورة الأحقاف الآية رقم 5 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، تسكت ولا تمشي تكلمه؟ تقول له تعال ربنا قال في سورة الأحقاف. حيقول لك أنت عالم؟ حتقول له شنو؟ ما عالم لكن عارف الآية دي صح؟ ما يزول مسك الميكروفون ده وكلم الناس معنا عالم، عنده حاجة دار يحدث بها الناس، يتعلم شيء في القرآن، يتعلم شيء في السنة، يبلغه للناس. ونحن كذلك طلب العلم، طلب نحن ما علماء، لكن ربنا علمنا له وقدرنا بتوفيق الله تعلمناه نبلغه للناس. لأنه يا جماعة أمة الإسلام محتاجة إلى العلم أكثر من حوجتها إلى الطعام والشراب والهواء. فالعلم ينجي الإنسان من النار، والطعام والشراب ينجي الإنسان من الموت، والنار أشد من الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونقدم الشيخ أبو بكر محمد أحمد أداب.
إن شاء الله النتائج بعد المحاضرة مباشرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.